أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية لنرحل مع شوط آخر يحمل في طيات الكثير والكثير من المفاجآت، من الشعارات، من السلالات التي تشارك في شوطنا الثاني الذي خصص لفئة الجعدان اللقاية لهجن أصحاب السمو الشيوخ وشعارات أبناء القبائل المشاركة أيضا في هذه الأشواط الرئيسية. نرحب بالأربعة كيلومترات التي نتابع فيها هذا الحدث، نتابع فيها التحدي. نرحل إلى المستشار اللي بالمركز الأول الذي يتقدم بشعار محمد بن عامر بن حمد الهاشمي، أما المركز الثاني مخلاب عوض بن ناصر بن حمود المالكي، والمركز الثالث يأتينا مايهاب العلي بن عتيج بن علي بن خفية الاجتبي، من يقدم لنا مايهاب. المركز الرابع أقول شاهين سعيد بن عبد الله بن سعيد الجديلي، قادم أيضا ولاعب دور بطولي في الأشواط الرئيسية. المركز الخامس حشيم ناصر بن عبد الله بن قصاب الهاجري. الله يا حشيم يبقي متابعة، حطوه يعني تحت الأنظار، حطوه بين قوسين. حشيم الهاجري ما هو بسيط القادم بالمركز الخامس. والمركز السادس هذا صديقي، هذا صاحبي، هذا صاحب الناموس الأول، هذا صاحب النصر راعي بلشة اللي فاز في الشوط الرئيسي، هذا هو الآن يقدم لنا ملبي سلطان بن علي بن سلطان أبو الهناوي. والمركز السادس أقول هني الشبابي سعيد بن مايد بن سالم بن حمود الاشتبي. هذه الستة المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار والمعركة. الله يا أبو علي، الله يا أبو علي، صارت مشكلة عندك، صارت عندك مشكلة كبيرة، صارت عندك مشكلة كبيرة، أو يا لمركبي، أو يا لمركبي. ولكن هذا اللي طلع إلى المقدمة، اللي طلع المستشار محمد بن عامر بن حمد الهاشمي يتقدم بالمركز الأول، واللي وصل بالمركز الثاني حشيم وطباعه حشيمة. الله الله، حشيم هذا اللي يعني عليه مخايل الناموس، عليه مخايل السبق، عليه في دماءه في شيء 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 مخزن، شيء مخزن. يا أما أنه يعني له ماضي وذكريات طيب، وله أيضا رصيد وإنجازات عظيمة نتكلم عنه إن شاء الله في النهاية. هذا حشيم ناصر بن عبد الله بن غصاب الهاجري من يتقدم بالمركز الثاني. والمركز الثالث أقول هني مخلاب عوض بن ناصر بن حمود المالكي. والمركز الرابع، المركز الرابع القادم هذا شاهين سعيد بن عبد الله بن سعيد الجديلي، وهناك بالهناوي. آه يا بالهناوي، ناوي 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 عليكم بالهناوي. الله الله الله، وين 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 وصلنا، وين وصلنا، وين وصلنا، بعدنا يعني المسافة عندنا طويلة، المسافة طويلة، وعندكم يعني وقت للتخطيط، عندكم وقت للتغيير إذا أنت حد بيغير. هذا هو المستشار محمد بن عامر بن حمد الهاشمي بالمركز الأول. المركز الثاني يا حشيم ناصر بن عبد الله بن غصاب الهاجري. والمركز الثالث يأتينا مخلاب عوض بن ناصر بن حمود المالكي، ووصلنا أيضا شاهين الجديلي سعيد بن عبد الله بن سعيد الجديلي، وبالهناوي قادم خاتل بالهناوي. الله يا سلطان، وصلكم 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 وصلكم، يهدد يهدد تهديد مباشر، تهديد مباشر، اجتمعا في شوط واحد السبق، اجتمعا في هذا الشوط. يلا يلا نتابع 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 المقدمة، نتابع المستشار محمد بن عامر بن حمد الهاشمي. ولكن وصل 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 لمرشح، وصل وصل لمرشح، وصل حشيم، يا حشيم الناموس، يا حشيم
الهاجري روح، الهاجري روح، روح حشيم روح، طلع من الله. انا قلت لكم شيء تحت راسه هذا ما اعرف عنه تاريخ غير تاريخ بسيط، تاريخ بسيط اعرفه ان شاء الله بتكلم عنه. بالهناوي، بالهناوي بالمركز الثالث، احذر يا الهاجري، احذر بالهناوي يا الهاجري، احذر بالهناوي لانه ما ينشط الا عند الميتين. وصل وصل، شوف شوف، بدا نشاطه، بدا سرعته، بدا يهدد، بدا يهدد، بدا يهدد. يوه حشيم يا حشيم يا حشيم، يا كم لبي يا كم لبي يا كم لبي، ولكن حشيم مستعد، حشيم مستعد، روح ما شاء الله. اعطيكم تانه الماضيه، سياره في رصيده السنه الماضيه. يا ابو السيايير، يا ابو السيايير، ماذا عملت، ماذا فعلت، ماذا انجزت؟ انجز المهمه، انجز المهمه. هذا حشيم الهاجري، هذا حشيم الهاجري، كما عودنا دائما بالانتصارات، دائما بالانتصارات، دائما بالسيارات، دائما بالجوائز القيمه. يضيف فوق انجاز انجاز، يضيف فوق الانجاز انجاز، ووصل الى النهايه منفرد بالمركز الاول، منفرد بالمركز الاول. سلام 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 يا ناصر، يا بحشيم ما عليه قاصر، بياض الوي. تهانينا تهانينا ناصر بن عبد الله بن القصاب الهاجري، نهني على فوز حشيم بالمركز الاول. اما المركز الثاني هذا البلهناوي اللي هو ملبي سلطان بلهناوي، المركز الثالث فهناك المستشار محمد بن عامر بن حمد الهاشمي، والمركز الرابع ياتينا هملول منصور بن محمد بن دحروي العامري. 6 دقائق و14 ثانية.